البنات نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم صورت لكم هذا المكياج الخريفي، نتمنى يعجبكم. اول حاجه ندير اونتي سان ديالي حيت ديجا داير السيس كريم اور كاميرا. غادي نجي نابليكي غير بصبعي، غادي نستومبيه مزيان. من بعد غادي نجي ندير هاد لابودغ، غادي نبودري بها وجهي كامل. وغادي نجي ناخد هاد البرونزور ديال اس ال اباري وغادي نغيشوفي به مونطان مزيان مزيان. غناخد هاد لو فار اريزي من هاد لاباليت وغادي نستعملو كوم اليميناتور. غادي نديرو غير بصبعي فغيمون كي تاستومبا مزيان وشتو لا لوميير لي كيعطي. من بعد غنجي ندير هاد البلوش ديال اس ال حتى هو اللي يلاه وريتكم في لافيديو ديال واتس ماي باك، لا كولور ديالو فنه فنه فنه. غادي نديرو وغادي نصايب محجباني اور كاميرا بهاد لي دو برودوي، هذا ديال نوسيبي وهذا ديال بلاك اب. رجعت لكم بعد ما صايبت حجباني. غادي ندير هذيك لا كولور لي اورانجي مي فاتحه فريمون خفيفه كما كتشوفوا. غادي نخدمها في لو كرو بحال غتكون واحد لا باز لي كولور لي غندير من بعد، وغنديرها حتى من في لو غاسي لانفيريور. ونجي ناخذ هذاك لو مارون لي غادي شويه الاورانجي، غادي نستومبي في لو كوان اكسترن باش يعطيني واحد التدرج الالوان زوين. كما غتشوفوا ما غاديش نستعمل الوان بزاف، غنستعمل 3 كولور. وهاد الالوان اللي استعملت تقدروا تلقاوهم في كاع لي باليت، ماشي بالضروره تكون عندكم هذه اللي كنخدم بها. و حتى هو غنديرهم تحت عينيا. اخر كولور غنجي نستعملها هي داك الكحل، غنزيد منه شويه جوست بوغ فونسي لو ماكياج. تقدروا تستغناو عليه كاع الا ما بغيتوش، مي انا درتو بوغ فونسي ان بيتي بو لو ماكياج. وكنجي نستومبيه بواحد لو بانسو واحد اخر. من بعد ناخذ لا ميم كولور اللي استعملتها كوم هايلايت وغنديرها في لو كوان انترن ديال عينيا. غادي ندير قلم كحل هذا ديال كلينيك، غادي نديرو في لا ميكوز وغادي نرسم به شويه لو غاتسي سوبيريور ديالي. ما نديرش ان تري لاينر، ما ندير والو. من بعد انا درت هاد لو روج ا ليفغ ديال نيكس في المارون. تقدروا نتوما ديروا ان نيود الا ما بغيتوش تديروا ان ماكياج هكا تري فونسي. فوالا، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. تهلاو فراسكم بزاف.